اياد نصار منور النهارده في وشي، واول سؤال هسأله لك ولسه اخده من على لسانك، فكره اللي انت دايما بتبقى عامل على زعل الناس، ولما بتكون موجود على حدث كبير زي ريد كاربت زي ده بتبقى بيهمك اللي انت تسجل مع الناس كلها، ده جه ازاي؟ واكيد حصل قبل كده من خبرات. والله بص، يعني انا بالنسبه لي بالعكس، يعني انتوا موجودين مقدريننا وجايين، فانا بحاول برضو على قد ما اقدر اكون موجود. ما ينفعش، ما احبش حرج اللي هو لف وشه ويمشي، مع انه ممكن يكون في تعب، برضو ممكن يكون في تعب لانه مرهق، عدد كاميرات كبيره، وبحاول واوقات بيبقى في الاعاده الكتير لانه الاسئله كلها شبه بعض، لانه الايفنت يعني هو ايفنت واحد، فتلاقي الاسئله فانت بتحس انك طب انا عايز اقول حاجه تانية جديده هنا، وهنا عايز مش عايز ابقى، ولا عايزك انت تحس انك ضيعت وقتك. والله اياد قال عندي زي ما قال قبل كده في تقرير تاني وتالت، فعايز اديك اهميتك، وده من ده لاهميتكم بالنسبه لنا برضو مهم، ومهم المجهود اللي بتعملوه. كتير من الفنانين مش بينسبوا نجاحهم للصحافه والاعلام، يمكن الجزء الفنانين بتوع زمان شويه بينسبوه اكتر من دلوقتي. اياد نصار بينسب جزء من نجاحاته يعني لجزء من الصحافه واهتمام الصحافه والاعلام بيه، سواء في مصر او بره مصر ولا لا؟ لا طبعا اكيد جزء مهم، الصحافه الجديه المحترمه، الصحفيين اللي انا بحترمهم جدا طبعا انا بنسب نجاحي ليهم اكيد، ما يعني جزء كبير من نجاحي بسبب اهتمامهم وتركيزهم سواء بالخبر او بالحوار. وعندي عتب كمان على الصحفيين على موضوع الصحافه اللي ابتدت مش الصحافه الورقيه ولا الصحافه المصوره، صحافه المواقع في بعض الاوقات اللي هي اقتطاع الكلام عشان تخلق مانشيت او تخلق خبر بيسيء لينا. محتاجين منكم وقفه ضد الموضوع ده بصراحه، لانه ابتدى يخلينا نهرب نبعد، مش عارفين نميز مين الصح ومين مين الكويس ومين الوحش، مين اللي بيعمل كده ومين اللي بيقتطع الكلام، ومين اللي بيقتطع ولا تقربوا الصلاه وبينزلها خبر. البدايه كده انت يقتطعوا كلام، ولا ممكن يسالك سؤال فانت ممكن ما تحسوش حبه شويه؟ اللي بيضايقني بصراحه انه الناس ما بتقراش الخبر، لانه هو من الذكاء انه هو بيختار المقطع ده، لكن لما ينزل الخبر بيكون نزل الخبر بحيث انك ما تقدرش حتى تقاضيه، يعني لانه هو كاتب الكلام صح، وبالتالي الناس بتمسك العنوان وبتعلق على العنوان، اياد ياكل الملوخيه، طب واحنا مالنا يا عمي؟ بس انا بكون اتسالت انت بتحب الملوخيه؟ انا بحب الملوخيه. لو انا همارس اللي انا زيهم دلوقتي واقتطع من الكلام، هل اياد نصار بيشوف نفسه انجح ممثل اردني جه مصر وخد من نجاحات ناس كتير سبقوه وبقى هو الاوحد اللي موجود؟ بس بصراحه لا 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 لا، انا عمري ما رضيت عن نفسي، انا يعني صعب ارضى عن نفسي، دايما بلوم نفسي، دايما بحس اني قصرت، دايما بحس اني اياد نصار يقصر في عمله، ده العنوان اللي هينزل. يعني بتشوف نفسك نافست نجوم كتير كانوا موجودين، يمكن كان عندنا منذر احنا كان من اوائل الناس اللي كانوا موجودين، بس وجودك شويه خدت يعني بقيت بطل من في اعمال تتعمل من اجلك او حتى كدور تاني مش زي منذر او مش بقوه منذر شويه. ما منذر ريحنا ممثل، مش عايز شخصا كمان منذر نجوم كتير. لا لا، في 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 صبا مبارك كانت موجوده، كرجال وركين سعد كرجال، منذر ريحنا ياسر المصري الله يرحمه كان موجود واثبتوا وعملوا خطوات مهمه جدا ولا زالوا، ومنذر ممثل مميز جدا. وبص المنافسة بغض النظر يعني منين، المنافسة في العمل الفني منافسة تكاملية مش منافسة إقصائية، فاهم قصدي؟ يعني نجاحك هو نجاحك، بس مش النجاح اللي مبني على فشل الآخرين. أنت لو كنت فنان بتفكر أنه نجاحك هو فشل الآخرين فأنت مش ناجح، نجاحك من نجاح الآخرين، لازم يكون ده الكونسبت في دماغك، لأنه النجاح في العمل الأعمال الفنية نجاح مش تنافسي، مش تنافس تكاملي، مش تنافس إقصائي. لازم نفكر كده، لازم نفكر كده، حتى لو ما بيفكرش كده بيخسر، لأنه دي الصناعة لازم تكمل بالطريقة دي. دايما بيهتم بالكلمة وبالقراية، واسمح لي لو أنا طولت عليك بس مش بشوفك كتير، بيهتم بالكلمة والقراءة بشكل كبير قوي، ويمكن أتعرفوا ما معنى الكلمة إياد نصار هو اللي يعرفها. يعني الكلمة واللغة العربية أثرت قد إيه في إياد نصار وفي مسيرته التمثيلية سواء في مصر أو في الأردن؟ طبعا اللغة العربية مهمة بالنسبة لي، وفي مرحلة احنا كنا كل الانتاجات تاريخية، فاللغة العربية مهمة جدا بالنسبة لي. الثقافة والقراءة مهمة للفنان، مهمة جدا جدا، ولو تنازل عنها هيخسر جزء كبير.
جديدك ايه الفتره الجايه اخر حاجه؟ الجديد ان شاء الله فيلم من ايام الجيزه، فيلم لايت كوميدي اخراج مرقص عادل وانتاج فينجر برنت، وبحضر لرمضان صله رحم مع مخرج تامر نادي وانتاج الصباح، وان شاء الله هيكون في رمضان 15. نورتنا يا استاذ. شكرا ليك.